لك على سر بقى انت وكابتن خالد الغندور. اتفضل. انتوا هواه ومحترفين في الاعلام لانكم بتشوفوا اكل عيشكم وشغلكم بس. حبيبي ربنا يخليك. ربنا يخليك. شكرا استاذ طلعت. شكرا يا فندم. معانا استاذ مرعي من الالوبيه. مرعي حبيبي. الو يا استاذ مرعي. استاذ احمد حبيبي ازيك؟ عيشنا والله. وجمعه وسبت بعيد علينا يا استاذ احمد. خلاص هنخليهم جمعه وسبت وحد ما تزعلش بكره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بندو المحترم. ازيك يا مرعي؟ ازيك حبيبي؟ عامل ايه؟ رايح فين يا بندو وسايبنا كده يا بندو؟ الله ادعي لي. لا رايح فين يا بندو كده وسايبنا؟ انت غالي على قلبنا يا بندو. رايحين على البلد اللي اتجمع شمل الاحباب. والراجل الصريح ما بيعيش البلد دي ربنا بحاجه زي كده. دي حقيقه يعني. الراجل الصريح ما بيعيش في البلد دي وانا عارف حاجه زي كده متاكد. لا 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 لو ناس بلدي جميله وبلد دي انا بحبها جدا وفي ناس كتير قوي محترمين وناس كتير بنحترمهم. بلدنا دي احلى بلد في الدنيا حتى لو مش اجمل بلد لكن تبقى احلى بلد في الدنيا. طبعا انت راجل محترم يا بندق. كنت لعيب كوره كويس وراجل محترم وراجل على خلق عاليه انت مستعمل. انا عايز اسالك سؤال يا بندق وترد عليا فيه انت مش زحمه. اتفضل. ليه اتحاد الكوره معارض على حسام حسن؟ نعمله استفتاء. ليه؟ في انا عاوز اسالك سؤال. انت راجل لعيب كوره وانت قلتها صريحه افضل الموجودين هو حسام حسن. يا حي مش رد عليا. بص انا هقول لك هم معترضين عليه عشان عندي معلومه يعني. الكابتن حسام حسن انا شخصيا نفسي يمسك منتخب مصر يعني الراجل اللي على اكتر من مره. لكن هم خايفين من ردود افعال حسام حسن في الماتشات او من ابراهيم اكتر من حسام وابراهيم. يعني هم خايفين ان هم ما عندهمش الثبات الانفعالي في يعني بعض المواقف اللي ممكن تحصل لاي مدرب. فهم خايفين من الحته دي بس. لكن هو كمدير فني وطني انا من وجهه نظري اقرب واحد يمسك منتخب مصر هو حسام حسن. لكن علاقته بالجماهير ردود افعاله في بعض المواقف يعني هيمر بمواقف صعبه جدا وعلى مستوى الوطن وهيلعب او بلد اخرى يعني الموضوع هل هيقدر يسيطر على اعصابه؟ هل هو عنده القدره على ده ولا لا؟ هو والكابتن ابراهيم فهم دول اللي متخوفين من كده يعني. بس هو انت على قناعتك الشخصيه كابتن خالد اللي هو افضل الموجودين. بس هي بس المشكله الوحيده هي السيطره بدليل ان هو حتى هاجم حازم امام وهو ليس له علاقه بالموضوع اصلا. بالموضوع اساسا. فهو اساسا كمان مش قادر يسيطر على اعصابه في كمان انه يهاجم الناس ممكن ما يجيبوهوش يعني. فاهم قصدي؟ يعني هي دي مشكله. اتفضل. انت عندك حق. اشكرك يا حبيبي. وبعدين يا كابتن خالد انا لسه مصمم على الراي اللي الكابتن الشيخ الاترك من سبب بوظان الكوره في مصر. انا بقولها ومحدش يزعل مني لازم